وصلنا معكم لهذا المكان الساحر محمية غابات عجلون. رح ناخذكم بهذا التقرير بجولة لنعرف أكثر عن هذا المكان وعن النشاطات اللي بتقدمه المحمية. وصلنا معكم لهذا المكان الساحر في محمية غابات عجلون برفقة السيد قيس سواشري وهو مدير السياحة في المحمية. مرحبا. أهلا وسهلا، يعني شرفتونا بزيارتكم في هذا اليوم الجميل مع هذه الإطلالات الجميلة في صباحات محمية غابات عجلون. فعلا يعني منظر جدا جميل ومنطقة ساحرة. وبالبداية حاب نعرف عن البرامج اللي بتقدمها المحمية للسياح بشكل عام. تمام، يعني محمية غابات عجلون تقدم ثلاثة برامج رئيسية، منها خدمة الإقامة في الأكواخ الخشبية، حيث يوجد في المحمية 23 كوخ خشبي باختلاف المساحات وباختلاف الإطلالات المميزة صراحة في هذه الأكواخ وترساتها الجميلة، بالإضافة إلى خدمة الطعام والشراب، حيث يتواجد في المحمية مطعم الأيل الأسمر ومطعم البلوط في الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة، بالإضافة إلى 7 مسارات سياحية، بالإضافة إلى أنه تم استحداث في عام 2020 لعبة العبارة الهوائية، وهي خدمة اللعبة المغامرة الجديدة بطول 330 متر، وهي تجربة فريدة من نوعها في محافظة عجلون. يوجد مسار الأيل الأسمر وهو أقصر المسارات الموجودة وهو بطول 2 كيلو متر، وهذا المسار متاح دائما للجميع، بالإضافة إلى زيارة العبارة الهوائية اللي موجودة وعيش تجربة المغامرة الموجودة في المحمية. أهلا وسهلا فيكم. يلا جاهزين. انتقلنا لمبنى الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة لنتعرف على مرافقها، وشاركنا بها الجولة المميزة مشرف العلاقات العامة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد سالم نفاع. مرحبا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. وصلنا لبيت البسكوت مش هيك؟ طيب أهلا وسهلا فيك. نتعرف عليك أول إشي. أول شيء أهلا وسهلا فيك في بيت البسكوت. أنا أنوار شويات، مشرفة بيت البسكوت. أنت في بيت البسكوت بالأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة محمية غابات عجلون. أهلا وسهلا فيك. يعطيكم ألف عافية جميعا. وحب أعرف أكثر عن بيت البسكوت، فكرته شو يعني البسكوت اللي عم تقدموه. إحنا أول شيء إحنا بنختلف عن أي مكان حلو بيشتغل منتجات طبيعية، إنه إحنا منتجات طبيعية بزيت الزيتون والعسل الطبيعي، أشياء يدوية بأيادي سيدات أردنية من المجتمع المحلي اللي بيشتغلوا البنات هون. طبعاً المنتجات عندنا أشياء مختلفة، عندنا بسكوت وعندنا كوكز. بعرفك على أنواع البسكوتات وأفكارهم الأردنية الموجودة عندنا. نبلش، في عندنا إشي تقليدي لعجلون اللي هي مقروطة بتمر، وعندنا برضو أشياء موالح بزيت الزيتون، زعتر بجبنة بزيت الزيتون. طبعاً المواد الأساسية والأولية هي إحنا بنشتريها من المجتمع المحلي. بالإضافة عندنا من المنتجات عندنا مكسرات وسمسم بعسل، احنا بنسميها الانرجي بار، وهي صراحه بتعطي الانرجي المطلوب. هي انعملت خصيصا لمحميه غابات عجلون لمسارات المشي. يعطيكم الف عافيه جميعا، شكرا لكم. وانا راح اختم بالبسكوت ومكملين جولتنا بالمحميه وبهذا الموقع، خليكم معنا. هالاكاديميه بتضم عدد من الدكاكين زي دكان الطبيعه اللي بتم فيها عرض منتجات يدويه مميزه وفريده من نوعها، صنعت بإيدين أردنية وبجودة عالية.
أما بالنسبة لبيت الصابون اللي موجود في مبنى الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة وسيدات هالقرية، بيقوموا بإنتاج صابون بالطرق التقليدية العريقة من زيت الزيتون الصافي 100% والممزوج بزيوت طبيعية أخرى ومستخلصات نباتات المنطقة بشكل عام. وطبعاً كان لازم نزور مطبخ ومطعم الأكاديمية اللي بتميز بإطلالة رائعة وأطباق ولا أشهى، وتعرفنا على الشيف ليث الإصماضي اللي كان قصة نجاح ليكون الشيف الرئيسي للمطبخ. محمية غابات عجلون هي من المحميات الواعدة واللي اليوم أصبح لها سمعة عالمية. تأسست المحمية عام 1987 وكانت المحمية وما زالت بتحمي نمط غابات سنديان دائم الخضرة، وبتمتد على مساحة 12 كيلومتر مربع. طبعاً منذ التأسيس حتى يومنا هذا كان التركيز الأساسي على موضوع الحماية، وفي عام 2004 تم تحول لموضوع إدخال مفهوم السياحة البيئية، واللي زي ما حضراتكم اليوم شفتوا وتعرفتوا على البرامج والأنشطة اللي موجودة، واللي أصبحت يعني لها أثر كبير جداً على فئات كبيرة سواء من الزوار من حيث تحقيق الرضا وتنوع البرامج، وأيضاً الفائدة الكبيرة جداً على أبناء المجتمعات المحلية اللي اليوم المحمية ساهمت بخلق فرص عمل تقريباً 60 موظف وموظفة برواتب مستمرة وبدخل ثابت، غير عن الفوائد الغير مباشرة من خلال شراكتنا المستمرة مع العائلات في محيط المحمية. اليوم المحمية حكيت لك امتدادها 12 كيلومتر مربع ويحيط فيها 6 قرى، هي اللي تعتبر الأولوية في التوظيف وفي شراء المواد الأولية لتقديم خدمات الزوار، وأيضاً كان في عنا عدد من الشراكات مع أبناء المجتمع المحلي ومع عدد من بيوت الضيافة اللي اليوم أصبحت يعني محطات مهمة في السياحة الداخلية، ومن خلال شبكات الممرات السياحية اللي بتربط المحمية بالقرى المجاورة، واللي اليوم بنلاحظ إنه كثير من الزوار حبوا يطلعوا على عادات وتجارب وتقاليد المجتمعات المحلية من خلال بيوت الضيافة. صحيح، يعني من أجمل الشغلات اللي شاهدناها اليوم بإنه الطابع المحلي موجود حتى في المنتجات وحتى أيضا في تنقلنا داخل المحمية. يعطيكم ألف عافية، شكرا على جهودكم.